السلام عليكم، جلست محاضرة أخويا بركيكين أو شي كسار ستاندينج ويف What is standing wave? Waves with equal amplitude, wavelength and frequency traveling in opposite direction in the same medium. بشتن مدموجها بالنفسي amplitude, wavelength and frequency بس عكسي اتجاهي ابيض بجني standing wave. نتجد هم في نسال equation of standing wave. ما قلت بلي ما دو معادلتين نفسيين بس عكس اتجاهيين چونكو ما قلت standing wave بشتن two wave and opposite direction. دي ون يكسان بأي sin k اكس ناقص اوميجا تي، دي تو يكسان بأي sin k اكس زايد اوميجا تي. بيكا باي سوبر بوزيشن دي وين زائد دي تو راح كان البيري والسوبر بوزيشن شو بيجيت بيشتن ساين اي ناقص بي زائد ساين اي زائد بي يكسان بدو ساين اي كوساين بي جامل هين فرض كين ابا اي ابا جي بي بريكا ستان دي كويف دي بتاتش دي اكس تي يعني دالايا بو بوزيشن اند تايم يكسان دو اي ساين كي اكس كوساين اوميجا تي ويكسانا دو اي ساين ما قلتي كي تشيا دو باي اوفر لامدا كو اوميجا تشيا دو باي اف هذا معادلة ستاندينج ويف. According to the standing wave equation, there is a position dependent amplitude. ما قلت هذا معادلة اي. امشينا فرض كان دو اي ساين كي اكس يكسانا باي. ويكسان اب 2 اي ساين 2 باي اوفر لامدا اكس. So we can simplify the standing wave equation to d equal i x cosine omega t. When d equals 0, there is 0 amplitude and therefore exists a note. When d equals 2i, this denoted maximum amplitude and therefore exists on and antinode. ما قلت اود كبنا سر محوري صفر در صفر بجنوان نوت ما قلت ماكزيمم بجني انتي نوت نكابش تويد رسم واضح بعد يركض كشكن نوت كشكن انتي نوت. طبعا الفيرجي ما قلت نوت وانتي نوت نوت ما قلت اگر فرض كان كي اكس كي اكس يكسانه بصفر إذا صفر ما قلت يا عندي كان كي اكس يكسانا باي ام وير ام هاي صفر ايك دو جزائد ناقص وما اشتقاق جنبها تشكل بو كتشو اخيري دار كابيتن اكس ما تشيا صفر اگر ام ام كان صفر دي اكس ام دا كابت صفر اگر ام كام ايك دي دار كابت لامدا سار دو اگر كما دو دار كابت لامدا سيد بدا سي لامدا سار دو باشتقاق جنبها تشكل بو كتشو دار كابت اكس يكسانا في ام نعم ده سالتو انتي نوتش كهر وصا ما كنت عم دفارت كان كي اكس يكسان اف ام زائد نيف لك داني باي تبو ما در كابيت لام ده سر چار سي لام ده سر چار و بنش لام ده سر چار طبعا نبت تو تعويض كي اگر امي تبو داني صفر ايك دو سي تبو ما لام ده در كابيت السر چار بريس تحكاني اوت صور تحكاني اوان نوت افجي نوت افجي نوت انتي نوت كشكن تاكي ماكسيمم امبليتيوت افا انتي نوت افجي انتي نوت انتي نوت درستا يمكن جيدي هين في نسر ستاندي كويف اون سترينجز وين السترينج is attached to fixed end waves will reflect it from the fixed end and travel in opposite direction. If one end is denoted as the origin and the other end is denoted x equal l. The amplitude at the origin at x equal l is 0. طبعا الفيري ام بارت كان مدى زيكات طبعا ساري ويدا سبيكين او اكس صفرة حتى دو ما هي كاوية دي دي بتا اكس دي فارت كان اكسانا بشي ال او جي دي جاهية دا زي. ما قلت جي كي اكس اكسانا بام باي ام دين فارت كان شينا اكس الا إذا 2 pi over lambda l equal n pi بيجي m c
KAPWC chart as the string with fixed end will oscillate with wavelength. إذا طول موجود بتاتش M pi L over 2 pi طبعا pi قال pi تشد بتات 2 L over M. فيرجيو كام زين فريكوينسي اكسانا تشي فيروسيتي اوفر لامدا وديشين تعويض كشينا لامدا اكسانا 2 L star M تبو مدار كافي و F اكسانا بام في اوفر دو لامدا و فيجي كنظانن با يا سترينجي يكسانا بچه راجي تي اوفر ميو تي تنشن ميو مات تنسيتي اذا اف دي بمدار كبير يكسانا ام اوفر دو لامدا راجي تي اوفر ميو جيد نمونيك يسار سترينج بشتاتا دا هاش ستوبين سنتيمتر لونك يعني دي رجيوهية في يكش فوضة زيد قطارة وزني ويتشان ده 7 جرام والكش مودي ام يكسانا بشار مود وفريكوينسي دو سات هيرتز انت امبليتيود تشان ده 5 سنتيمتر ديترمان ويف نيك اوف ذا ويف انت بي تشتاد بتن تيشن ان ذا سترينك نكش دي حالكين لامدا يكسانا ب 12 اوفر ام ام جي هنظان تشارة دو دا باشي تشار دو تانيف اذا بتا ال سار دو وما هاجي لامدا اكسانا ال تشان دا شستو بنجا دا باشي دو دا الكافي سيو دو بوينت بنج سنتيمتر يانجي اكسانا او بوينت سيصادو بستو بنج متر دين يا دو تنشن شمجي طبعا بي اكسانا ما قوتي راقي تي سار ميو لازم ان في بدرخنين او ميو جي بدرخنين دي في تشا درخنين ما هاي بي اكسانا بچه لامدا اف تا تو موجي اينا داري اف جي بتايا هاي أبا بوتا داركت وميوج دي شو حالكين ميكسانا في ام سار ال ام تشان دا 7 جرام بو اذا انت او بوانت او 7 كيلوغرام دا باشي هزاري كي و ال جيك ما هاي او بوانت شستو بيج اكو شستو بيج سنتيمتر بو ما تحوي كيلومتر داركا في 0.08 كيلوغرام السر متر دي هن تعويض كي دي بما دي تنشن داركا بيت أبج بي أكسانا لاندا إف لاندا وما عند دركات لأنك داني دو صديقي عندك بشيتو بنش ما ترسر شركة إذا تي أكسانا بشتينجي أو بي أكسانا ما قلتي راجي تي سالميو ولا سكويركا إذا تي دركا في تي سكوير ميو في جي ما داري خانشان تشيتو بنش ولا تخان دوكا لك داني ميو جيك ما داري خانشان دركا 0.08 لك دان كايتيشن دركا في 45.6 نيوتن